هيدي الفترة صعبة علينا ومن بعد الضيق الفراغ. الفنان محمد مجذوب، اهلا وسهلا فيك، اشتقنا لك. بدنا نقول لك طمنا عنك، كيفك اول شيء؟ حبيب قلبي، الحمد لله، نشكر الله، انا بخير، وان شاء الله يا رب تكون انت بخير يا عمر، وكل اللي عم يسمعونا وكل اللي بلبنان بألف خير يا رب. شكرا لك محمد. خليني بلش بالبدايه اقول لك الف مبروك على الاغنيه الجديده، اغنيه جميله جدا مثل ما عودتنا دائما. خبرني اول شيء، يعني كان في كثير فنانين هلا عم يعملوا كثير حسابات بقصه اصدارات، انت اخذت قرار وانضميت الى مجموعه الفنانين اللي طلعوا اصدار جديد بهيدي الاوقات اللي الكل عم يعتبرها صعبه، فكيف اخذتوا لهيدا القرار؟ واثق انه هيدا القرار الصح هلا؟ ما في شك انه درستها كثير وفكرت فيها كثير قبل ما افكر انه نزل، بس لقيت انه بجوز انا اكون بمطرح معين نقطة كثير صغيرة بوزيتيف انه الناس تنبسط، لانه انا حسب ما بشوف كل الناس اللي فعل محمد عبان لك، بقى بتمنى اكون جزء كثير بسيط وكثير صغير انه الناس تكون سعيدة ومبسوطة بالشيء اللي عم نزله، لو كان بوقته ما كثير بهذا الوقت المناسب، بس الحمد لله شايف تفاعل كثير كبير من الناس والناس كثير مبسوطة، وهذا الشيء بكفيني، حتى لو ما فكرت انه يمكن هيدي الاغنيه ما تعمل لي يمكن حفلات، يمكن ما عمر حفلات من وراء هيدا الاصدار، بس بالرغم من هيدا الشيء حطيت يعني امل كثير كبير انه ابسط الناس وخلي الناس تكون مبسوطه، وهذا الشيء فعلا بيكفيني. عاد محمد ماضي اسود، اختيار هيدا العنوان، ويعني خبرنا اذا بدك اكثر عن هيدي الغنيه وعن ليه اخترت هيدا العنوان بالذات لها. صراحة هو العنوان هو إذا بدك بنسميه نحن نافر شوي، يعني الناس بتحب هيدا العنوان اللي بيبقى بشدة بمطرح معين لحتى تسمع الغنية. لا شك إنه كل حدا منا عنده ماضي أسود، يعني أو ماضي مش كثير حلو، يعني هو أكيد غلط مثل كل إنسان بيغلط، عنده مشاكل بحياته، بس هو كمان حساس وعنده مشاعر وعنده صدق وعنده حب، ولا شك إنه كل إنسان مصيره إنه يصحى، أو الشخص اللي بيكون موجود بحياته يقدر يغير فعلاً كثير أشياء بيعتبرها سوداء بحياته، مثل كل كبل اللي بتصير معهم قصص، والبنت ممكن أنه توعي حبيبة أو زوجة توعي أنه يكون فعلاً أنه هو أساسه منيح. بقى هيدي هي الفكرة اللي لعبنا فيها على الكليب، ورجينا مشاهد ما كثير تعمقنا بهيدي المشاهد بأنه نورجي كثير ديتيلز، بس في شيء كان ما مزبوط عم يصير، بلس انه كمان في يكون انسان منيح وفي يكون هي عم توعي وما بتريد انه هو يعمل هيدي الاشياء الغلط، هيدا اللي كان المخرج الشريف ترحيني حابب انه يورجيه للناس، والحمد لله الفيدباك لاول يومين الحمد لله كثير كثير حلو، الناس كثير حابه الفكره، وبالاضافه لانه بدي اقول كلمات الشاعر محمد حيدر، الحان وتوزيع حسام، يعني هدول الشباب، حسام الصعبي، هدول الشباب الشاطرين كثير، بوجه لهم كثير تحيه، لاول مره نحن بنتعامل مع بعض، واكيد رح نعيد، اكيد رح نرجع نتعامل مع بعض، وحتى مع المخرج الرائع شريف ترحيني اللي انا كثير حبيت شغله، فعلا يعني شغل كثير حلو. انا بعرف محمد انه كنت مخبرني عنها الاغنيه من قبل، طبعا اكيد الاوضاع هي يمكن صح. ساهمت انه تتاجل، خبرني عن قصتها يعني. انت من اول الاشخاص اللي سمعتها عمار. صراحة نحن صار أكثر من مشكلة أخرت هيدي الغنية، أولاً الثورة اللي صارت بلبنان والمشاكل اللي صارت بلبنان أخرتنا فعلياً، وأنا من الأشخاص اللي وعدت الناس من فترة معينة إنه أنا ما بغيب عنهم بإصدارات الفنية، بلس وجود شركة يونيفرسال حدي هي مسهلة كثير علي موضوع الإنتاج، وفعلاً نحن قادرين بأي وقت أنه ندعم ونقدر نكون متواجدين على الساحة الفنية والغنائية من خلال هذه الشركة اللي بوجه لها كتير تحية، Universal Music مينا. الإصدارات موجودة، وحسب ما حكيت قبل أنه يمكن لأول سنة بكون حاطط فعلاً عمر بلان قدامي، في عندي أكثر من غنية رح أصدرها وفي عندي أكثر من تحضيرات، وهذا الوضع الثلاث شهور اللي وقفناهم فعلاً صرت أسمع كتير أغاني أكثر، صار عندي كثير اغاني حلوه، صار يمكن عزفي على العود اعزف بطريقه كثير احلى، عزفي على البيانو، صار عندي وقت كثير طويل انه اتطور بمجال الفن، اتطور بهذا المجال
يلي انا اصلا ما بعرف غيره وما بحب انه اعرف حتى صحيح. غير هذا المجال. بقى في اكيد اشياء كثير تغيرت، وانا بقعد الناس انه انا محضر لهم كثير اشياء حلوه، يعني كثير في شغلات حلوه لانه صار في عنا وقت كثير كبير ونسمع كثير اغاني وننقي منها. صحيح. قبل ما نفوت بهيدي يعني الفتره الماضيه كيف كنت عم تقضيها وهيك بدنا نستفيد شوي فيها لانه للخبريه، شو هيك شو فيك شو فيك تعطيني شيء جديد يعني غير كم غنيه محضر؟ اذا فيك تخبرنا عن شيء اللي بده ينزل قريبا، شو في شيء هيك جديد معقول خبرني بهالخصوص؟ في بعد هيدي الغنيه ان شاء الله غنيه لبنانيه كمان حلوه للصيف هيك يونغ وخلي الناس هيك تنبسط شوي وترقص. في كمان اغنيه مصريه ان شاء الله، ان شاء الله مفروض انه بهاليومين ثلاثه نبت الامر فيها لانه انا كثير حاببها وكثير حابب انه اخذها، بس في كم تفصيله صغيره بالتوزيع عم نخلصهم. ان شاء الله يا رب ينالوا اعجاب الناس لانه بحس انه هيدي السنه رح تكون سنه كثير حلوه، يا رب هيك الامور تتحسن، الناس شوي ترتاح نفسيتها لحتى تتقبل انها تسمع موسيقى، عرفت؟ نحن عم نجرب قدر المستطاع انه نجرب نطلع على الناس ونخفف عنهم هيدي الازمه الكبيره، الوباء الكبير اللي حل على الدنيا كلها يعني. وشغله يمكن انا حابب هيك بس مداخله بسيطه وصغيره، انه فعلا ازمه كورونا انا بحس قربت الناس من بعض، لانه يعني شوف يعني ازمه صغيره جدا، فيروس كثير صغير خلى الكون كله ينشغل، الناس كلها صارت فعلا تحس انه بمطرح معين، اذا يمكن بالصين صار في حاله يمكن في خوف عليك انت هون بسوريا ولا بلبنان تصير معك هيدي الحاله. فانا بحس بهيدي الفتره لازم يكون في قرب كثير بين الناس، فعلا الناس تحب بعضها، فعلا الناس تقدر انه باي لحظه هيدي الدنيا ثانيه، ما في شيء باقي منها، نحب بعضنا ونجرب قد ما نقدر انه نعيش هيدي الحياه بحب من دون حروب ومن دون مشاكل. ان شاء الله يا رب اتمنى كل الخير لبلد الثاني الغالي لبنان بهالازمه وبهالمصاب الكبير اللي عم يعيشه هذا البلد، واللي فعلا انا عشته بفتره كبيره من حياتي صراحه. بالوقت اللي كان بده يكون في حجر بلبنان قررت انه انزل وكون مع الاهل، لانه الوضع كان فعلا صعب بلبنان، ما كان فيها الانتشار، ما كان في انتشار فيروس كورونا بسوريا لسه ما كان منحكى عن هذا الموضوع. وقررت انه اكون موجود ومتواجد مع اهلي بالرغم من انه فعلا انزعجت فكره خطيبتي يعني واهلها اللي فعلا بعتبرهم اهل لإلي، بس كانت الهاله شوي انحكى انه يمكن يفصلوا المناطق عن بعض وانا قاعد وساكن لحالي، يعني رح ضلني قاعد لحالي وانا بكره كثير الوحده وانه اكون موجود لحالي ببيتي لحالي يعني موجود. بقى لهيك قررت انه انزل على سوريا اكون موجود مع اهلي بهذا الظرف الصعب. وكيف كنت عم تقضي وقتك بالفتره الماضيه؟ صراحة فعلا من كتر ما كان في وقت كتير طويل وكنت قاعد طول الوقت بالبيت، صراحة عم بهتم كتير بالسوشيال ميديا، عم بعزف على العود، عم دق على البيانو، عم درب صوتي كل يوم، سبور بقلب البيت كمان كل يوم لحتى ما انصح اكلات الماما، يعني انت بتعرف الخبرية عمر كيف الواحد بصير، عم جرب قد ما اقدر اني ما انصح يعني. لا بالعكس لقيت حالي انه عم بتحسن بالعزف، عم بتحسن فعلا، سمعت اغاني كثير مثل ما سبق وقلت لك، سمعت فوق ال 400 500 غنيه لحتى اوصل لهالاختيارات اللي انا اخترتها اليوم، وبالنسبه للغنيه اللي بعدها واللي بعدها كمان بالتوفيق. بقى كان في كثير اشياء سمعت اغاني الفنانين اللي نزلت مؤخرا، في كثير من الاغاني، وشو رايك بالغنيه اللي بتحكي عن الوضع اللي كمان كثير فنانين عملوها؟ انا من الاشخاص اللي اول حدا عملها للفكره، يعني اول الفنانين. بيت اذا بقول لك بتذكر نزل عن خيي لا تصافحني بنوب لا تلمس يدي يمكن في عندك ميكروب واللمسه بيعدي، يمكن اخذتها لهيدي من مرايا يعني اللي صار لها تقريبا اكثر من 20 سنه، اخذت الفكره منها واتصلت بالشاعر محمد حيدر قلت له بدنا نعمل شيء لحتى نوعي الناس انه فعلا يضلوا بالبيت، وانا لحنتها ولقيت استحسان كبير من الناس والناس كثير حبت. عظيم. محمد يعني انا تفاجات بالفيديو كليب انه معمول بالمانيا،
هلا بعرف يمكن قبل مسجله، بس خبرني عن ظروف كيف انتجتوه للفيديو كليب. صراحه انا طلعت من بوت بوقت شوي كان صعب، بس ما كان فينا نلغي التصوير نهائيا لانه كنا مرتبطين بالكرو يعني مع شريف ومحددين موعد. وقلت انه انا من الاشخاص اللي بحب ضحك مع شغلي، يعني عندي هيدي بحب شغلي وبحب انه اكون متواجد على طول. طلعت صورت بظروف كان عم بينتشر الكورونا بجرماني، يعني لسه ما كان هيدا الانتشار الفظيع، كانت العالم فعلا عم تستوعب هيدا الموضوع. بعد ثلاث ايام الرجعه اللي كانت قاسيه عمر، الرجعه اللي كانت كثير صعبه، كانت كثير في هلع وفي خوف كمامات، وانا حدا كثير موسواس التعقيم طول الوقت، طول الوقت كمامه منقطع نفسي على من الرجعه، الناس بتحسها فعلا كانت خايفه. وكنت عم بعمل اسكال بتركيا، علقت 20 ساعه بالمطار ولحقت على اخر لحظه وصلت على بيروت، من بعد بيروت دغري نزلت على سوريا، بقى لحقنا حالنا على نكزه يعني كنا علقنا. عظيم عظيم. خبرني كيف سوريا، وين قاعد بسوريا محمد؟ خبرني كيف الاجواء عندك، قد ايه اشتقت هيك لهيدي مثل ما كنت عم تقول قبل شوي، يعني في هلا الامور كلها تغيرت، صار في وقت اكثر يمكن لتقعد مع عائلتك مع اهلك تشوف منطقتك. طبعا نعم، انا بمنطقه اللاذقيه بمحافظه اللاذقيه، هذه المحافظه اللي فعلا كثير غاليه على قلبي. في الناس كثير مبسوطه هلا انه فكوا الحظر عنا بسوريا امبارح، والناس عندها سعاده كثير كثير كبيره من يومين، يعني عندها سعاده كثير كبيره بهذا القرار، بالرغم من انه فعلا في انه مثلا في بعض الاشياء لسه الدوله مثل ما بيقولوا مدققه عليها بين الناس، بس فعليا على الارض الحمد لله ما في انتشار لهذا الوباء ببلدي سوريا، وهذا الشيء كثير بيفرحني. ان شاء الله يا رب بكل العالم العربي بكل العالم بيخلص هالوباء مثل والناس ترتاح مثل ما هلا الناس بلشت ترتاح وتفكك عن حالها بسوريا. سؤال اخير محمد، الحب بفتره الكورونا كيف عندك؟ كيف الاجواء العاطفيه؟ الحب على الكاميرا على الفيديو كول يعني. الخطيبه الله يعينها وفعلا عم تتحملني كثير، وانا فعلا كثير مشتاق لها، وقريبا جدا رح اكون موجود بلبنان حتى تابع حياتها. قربتكم هيدي الفتره ولا بعدتكم؟ الصراحه موجود متواجد معه، بالعكس قربتنا كثير، بالعكس هيدي الفتره قربتنا كثير من بعض، لانه وقت بالشدائد المعادن بتبين، وهيدا فعلا بين عن خطيبتي وعن اهلها اللي بكن لهم كل احترام وبحبهم كثير، بقى بالعكس قربتنا اكثر من بعض صراحه. محمد شكرا كثير، انبسطت شفتك، وان شاء الله قريبا نلتقي، بلكي هيك تحسن الامور نرجع نلتقي ببيروت مثل ما كنا نلتقي من قبل. شكرا لك وبالتوفيق. تسلم لي يا رب، مبروك. كل الحب لك عمر وكل تقديري لك، وتحيه كثير كبيره للجديد، بنحبكم كثير وان شاء الله بشوفك عن قريب. جميل وجميل وجميل سيدنا النبي.